ده مصري اصيل. خليني اشرح لك عنه كده شوي انا عشان انا يعني ايوه تعرف ايه عن البول. الابله يا اخوان ده بحكوا له سكروطه نسبه للونه شويه الفاهي عن اللون الثاني اسمه ايه اللي يشرب بندق بودره كده الاخضر. ايوه في لون زيه بحكوا له ايه الورد على ورد. فتميزوا يا اخوان في الالوان الاحمر تميزوا بالالوان من ناحيه ايه اللون يعني هذا ابلق اصلا ابلق تحت مسمى ابلق ولكن سموهم على موضوع اللي على ورد والازرق والفحمي والاشربندق البنفسجي فالبنفسجي نسبه للالوان ولكنه تحت مسمى ابلق. ناس بيعترف فيه انه بيت اساسي وناس لا لا ده ده اساسي استنى أساسي. مين اللي قال اللي على ورد اللي مش اساسي ايوه على ورد اللي افتح شوي من هيك اللي الجته بتبقى مبرصه شويه شويه عبياض ايوه لا. اسمه ايه اللي غامق شويه مثل غمقان كده على ورد شوي. انا اللي عرفته اللي بيجي لونه على مكلح كده مكلح لونه مكلح مش في كان يحكوا قبلك ابيض هو ده انا قصدي عليه الابيض الابيض ده حاجه ثانيه ايوه تمام ده الثير ده كنت جايبه دكر كبير زي ما هو ما شاء الله كتفه قد كده قد كده طلع صواريخ ضربت طار مشي من حوالي الساعه 4 جالي تاني يوم الصبح لقيته واقف على الباب بتاعه. هما البذره هاي او قوية. البيت هاي قوي هو ده اللي قوي قوي جدا يا اخوان ده بيموت في الدشور انا اي حد لا يجادلني في الدكر اجادله اهو لا اجادله بقى انا سمعت حوارات كتير قوي مع احترامي ليك ايوه الكلب انا سمعت حوارات كتير جدا عكس الشمس بس هي عن الدكر الدشور انا اقول لك على الدشار تعال اهو بيحب الدشار انا لا الدكر الدكر ناس تقول لك ازاي وما بيقعدش في الكره اقوى من حمامك انت اللي في بيتك طبعا مجد قال كده الله اكبر قال كده اسمع ما سمعت اسمع منير قال كده عم مجد قال الدشار ليه وقته قطه بيتكلم عن الواقع اللي هو يعني بيعيش دلوقتي بص حضرتك انا اشتريت منك دكر لسه بيقول لك لسه مشتريه اهو بس انت بتاخده وتصلي على النبي لما بتنقي الدشار مش ليه مكانه بمعنى انت بتروح تجيبه من السوق لا ما تجيبوش من السوق هو ده مبدا الدشار لا الدشار ناصح ما هو كان في غيته ناصح بص انت عامل شفت طبق الفاكهه انت رحت عند فكهاني تمام عايز تشتري فاكهه من ده ومن ده ومن ده ومن ده الله يبارك كانك بتشتري من غيه الحمام دي صح صحيح انا بتقول لي انا هبيع ال 30 واحده دول تمام طايرين يا وليد طايرين ماشي بشتري انا ليا نظره بقى ده يقعد ال 27 يتباع الله يبارك صحيح انا ليا وجهه نظر هو ده الدشار لا في الناس بقت فاهمه الدشار غلط بقت تلمه دلوقتي من السوق وتقول عليه لا 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 بعد اذنك كده يا عم وليد طب بعد اذنك عمود عشان انا غوز اغلوه تمام تكر لما بيسيب على نتايه بيبقى حلو اساسي يسيب على نتايه طيب وبعد ما بيسيب وشلت منه النتايه التكر ده بعد اذنك كده هل هو هيسد معاك في النش هقول لك بقى على حاجه سؤالك جميل قوي ايوه هقول لحضرتك على حاجه احنا خلينا مثال طبيعي لا 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 هو بيتكلم هو يجيب لك فرق الازرق قطيفه ده كان بيترمي في السلام ماشي حلو كان واخد كل اخضر لسه شايلها من عليه وكنت لسه عامل عليهم فيديو ماشي فرد الحمام ده بيديني اشاره يا همشي وهاجي يا اما همشي واتضرب انا بقى اللي بفتح له بشوفه انا الغاوي اللي كده بسوق صح انا السواق فتحت له لقيته طالع امبارح فعايز يمشي وعايز يمشي قال لي انا جامد هو بيقول لي ما تقلقش عليا انا جامد ما اعمل شلت من عليه النتايه خلاص في ذكر تاني بتسيبه وتشيل من عليه النتايه اديك اشاره بص بيحسسك ان انت انا لسه معاك فاهم سيسني شويه سيسني شويه بروح سايبه شويه على النتايه تمام واخد بالك قعد بجربه على واحد جنبي بالعقل مش بقول له انا خصمك خد اضرب لا 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 بالعقل كده بسيب له فرد حمام عندي مثلا 3 زور قطيفه بترمو شيل واحد وحاطط له واحد زي ما يكون بترمي اتنين مشاوير تلعب اكنه مش هو هيطمن ده القديم كده مش هيلعب عليه جامد مش عارف ده جديد الله يبارك صحيح كده لكن الشاب ليه ميزه وليه عيب ايوه ليه ميزه وليه عيب ايه ميزته ان فرد الحمام انت بتسيبه بيبقى عارف انت عايز منه ايه وهو عارف عايز ايه ماشي جاهز حلو جاهز بس مشكلته بقى لو فرد الحمام ده اتساب على انتايه واللي حواليك مقرفين لو طلع عمل كده مع واحد خبط مع بتاع مع مش عارف هو جامد هيغلط خلاص غلط واحد عليه زي انا جبت دكر قعد 3 4 ايام راح جاي من فوقيه كده ايوه مصر امبابه دي كلها بتفزع عليه كان ريحاني جدع ده ريحاني وفي الاخر يقف لي فين على العروق اللي بره دي
على الشكلات يروح واقف مش عايز يطلع في الاخر مشي ما شاء الله عملت له كده طيب عظمت له فاخوان حبايبي رجعنا لكم بالجزء الثاني راح نفتح الحمام هسه راح يفتح لنا عليها على السريع احنا تاخرنا كثير 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 تاخرنا الصراحه ولكن شو بدنا نسوي الوضع يعني غلبني شوي في ناس كثير تاخرت معي وتعبت معي كثير والله على الفيديو بس يعني عن جد الله عالم كيف الوضع ان شاء الله تكون الامور تمام وطيبه معنا ومعكم والله تعبت عن جد ماكل هوا بس شو بدنا نسوي ان شاء الله الامور تكون تمام خليكم معنا نفتح الحمام ونشوف شو بصير طبعا يا اخوان عدي يفتح لنا على الحمام هتعمل ايه عدي هتفتح ما شاء الله طبعا يا اخوان المفروض يفتح لنا على الحمام ولكن انا لفتت انتباهي لفت انتباهي الغية هاي طلعوا ما شاء الله صلاة النبي طلعوا ما شاء الله صلاة النبي هذا هسه كان يطير اعلى منه والله يا اخوان عن جد المكان رهيب يعني الوضع لا يوصف الصراحة ما شاء الله الله يبارك هو ده الكرسي وانا خايف اطلع علي اشي والله العظيم طلع هاي هاي غيب تندق ها ما شاء الله صلاة النبي طلع الغية طلع طلع اثنين جنب بعض هاي قاعدة بتنعمل جديد هاي هاي وهاي هاي أدن علينا العصر واخرنا الناس اللي معي اكلنا هوا والله العظيم لا يعملوا لي قلق يلا ان شاء الله خير خليكم معنا ذكر نشيده في حياتي الذكر ده كان طاير تصور الذكر ده كان طاير قوه عظمى تمام بس صاحبه ما قالليش العله اللي فيه علته ايه بقى ان فرد الحمام ده كان طاير كوبيا او لوفت فانت هتحطه في غيه استحاله يطلع على الظهر صح استحاله عرفت قصته ده واخد على الدخ هيطلع يعمل كده 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 صح هاي انا شفت قصته وحكيت قصته على في يوم من الايام ممكن تلاقي قاعده في الشكال على درجه ما بقاش يحط على العرق بيحط فين كده 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 على الغيه على بابه الله يبارك خلاص هو خد على كده بص ما شاء الله خليته زق ايه بقى عشان تحننه على الغيه هو انا جنني ده بص مخليه ايه زق ايه ان شاء الله الله رمي ان شاء الله بيتعبوا عياله هوريهم لك جايب الشربنادق لا الفلوس والمساويد تجيب الالوان دي ما شاء الله ماشي يا سيدي تقيل عليه برضه الفرد الحمام ده فيه ضفر جميل الله اكبر واخد ما شاء الله عيالهم هناك اجرات عيالهم يا بسرعه الله اكبر ربنا يرزقك يا ياس مشغل الكاميرا طبعا يا اخوان بده يفتح لنا على الحمام هان كنا بنستنى الاذان يخلص اذان العصر عشان نقدر نصور ان شاء الله راح يكون الوضع تمام طبعا هذول بعرفش من وين طلعين هسه طلع جوز زواجل شكله لابنه عدي هذول جوز زواجل حمام بلش تهوج ما شاء الله الله يبارك له طلع الوضع طبعا الغية كبيرة هاي كبيرة طويلة عريضة ما شاء الله عليها مميزة جميلة الله يبارك نفتح لنا 50 حبة خلينا نشوفهم ان شاء الله وين ايوه ما شاء الله برضه اليوم ده قبل ما نسيبه ما شاء الله طبعا هذول هاي حمام الكش عندهم ما شاء الله حمام النش ان شاء الله باز هاف ان شاء الله باز احمر ما شاء الله طلع ما شاء الله ما شاء الله صلاة النبي عن الحمام هذا شفتوه كله بطير عندي يا اخوان عشان تكون كله بطير عندك يعني طلع ما شاء الله عشان تعرف مصري اصفر ما شاء الله احنا عندنا هذا اسمه مصري اصفر طير جميل يا اخوان الله يبارك له ما شاء الله ما شاء الله ده صغار بص بقى الذكر ده واحد صاحبي طلع مسكه مع الغيه ما شاء الله بص الحمام عشان الحمام يا اخوان عشان مسكر عليها مش معطيتك مجهود مطار لسه بدها شوي بدها دعك خليه يحط عادي مش مشكله صحيح الله ينور عليك ما شاء الله ما شاء الله بتقال عليه عندكم ايه ده دباني اي حاجه فيها نقطه ما هو شو بدي اقول لك يعني هو هيك طبعا الحمام يا اخوان الحمام خش بوقت بروك عندهم بلش البروك لانه الجو عندهم حامي كثير فالوضع عندهم هالساعه حاشرين حمامهم
طلع الطير لفتين لف وحاطط العرباش تعب. طلع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا العبس المصري ما شاء الله. بص كده محمود. صلاة النبي شوفوا يا اخوان. ده دبني ايتم ده يا عمو. ما شاء الله. دبني كوشو. ايتم. الله يبارك. تعال ابراهيم. خش كده صوروا ما شاء الله. شو بدك تحكي عليه عندنا؟ بص انت جريت عليه عشان ايه حاجه مختلفه. بلش التاني بقى. الله يبارك. هي دي بتاعتي دي بتاعتي انا. هو علم انجليزي. انجليزي ايش الباني الباني انجليزي دبابنا ايش بدك تحكي عليه مش عارف. بس شو هدول شبابات ما شاء الله جاني كوش. ممكن اطيره هاد طاير عندك حمام. طيره سيب ما شاء الله. الله ما شاء الله. يا اخوان هذا ابراهيم تعال عليك. هذا مش ميش هذا ديروا بالكم. هذا هيك عندهم ريحاني اسمه ريحاني. ريحاني ريحاني اسمه شخشول هو برضو. بص الحمام طلع من القلش. طبعا خلاص بقى كله سكت دلوقتي ده كويس. بص الشخشولي ما شاء الله فتحهم برضو يعني فرجة لحضراتكم. احنا حمام النش على الطير الاحمر هذاك شوي. هو الراجل قافل عليه بقاله شهر. طبعا هو هم بيشوفوا الكلام ده هم سايبينه بيقفل. زي ما قال لحضراتكم كده اكرام الغاو وفرجته. طلع يا اخوان ما شاء الله. الله 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 يبارك الله يبارك تعال ابراهيم هان هيك علينا عشان نفتح عنا طبعا شباب حبايبي قدروني مش قادر مش مركز قدرونا حبايبي هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اذا عجبكم المقطع طبعا هان او هان يعني عند محمد اخونا محمد او عندي. اتمنى اذا عجبكم المقطع تعملوا لنا لايك اشتراكات شيرات للفيديو. يسعد مساكم. السلام عليكم. بشكر بقى الراجل ابو يوسف ده حبيبي الراجل اللي جانا من الاردن. معلش يا ابو يوسف خبرت على كده. الراجل ده يا جماعه انا اتشرفت بيه. ليه اخ كده في الاردن واتشرفت باخويا استاذ محمود المصري استاذ كريم حبشي استاذ وليد. استاذ وليد ده شخصيه محترمه. الله يبارك لك يا كبير. ما يتغيرش على الناس دي كلها. فانا بشكركم اللي انتوا نورتوني ويعني ارجو قدام الناس ان انا اكون قدرت بس ابسطه. لا لا ليك والله الادب استقبالك لينا استقبالك ده على دماغنا والله يا رب اكون قدرت ابسطكم والله. الله يخليك الله يخليك الله يبارك لك. الطير عندك حمام ما شاء الله عليها جميله وشيء محترم. الله يبارك الله يخليك. كف غاوي بصراحه. الله يخليك الله يبارك. وبرضك يخرم دماغ اي حد في الدشار يا جدعان. الله يخليك الله يخليك الله يستر الدشار. طلع يا اخوان الكشيشه طلع. هذا جار محمد قوطه جنب القش بندق دلوقتي شافه طير على السريع لحقوا بالحمامات. الله حتى طلع فيه بصر جعنيني عن حريشك يا زلمه. الله يبارك. طلع الحمامات ما شاء الله. عارف الحمام ده لو انا شبت عليه او لسه الجو